السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مجددا. اليوم سنعمل وحدة تركية أنيقة التصميم. وقبل أن نبدأ، تفضلوا بالاشتراك في القناة وفعلوا مباشرة زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين للإفادة، ولا تنسوا أيضا مشاركتنا بتعليقاتكم واقتراحاتكم أسفل الفيديو. بسم الله، نبدأ أولا بحلقة سحرية. ثم سنرتفع منها بسلسلة واحدة وليست لها أي اعتبار. والآن سنبدأ بالدور الأول في نفس هذه الحلقة، سنشتغل فيها 16 عمود بلفة. واحد وستة عشر، ثم نقفل الحلقة السحرية، ثم نقفل الدور بمنزلقة في أول عمود بلفة بدأنا منه هذا الدور. نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. والآن سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة بهذا الشكل، وسنبدأ بالدور الثاني. في أي غرزة سنبدأ بحشو؟ ثم غرزة حشو ثانية في نفس هذه الغرزة. وهكذا سنكرر مباشرة إلى الغرزة التالية وغرزة التزايد بحشو. واحد واثنان، سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 32 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. والآن سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة بهذا الشكل، وسنبدأ في أي غرزة بغرزة حشو. ثم نرتفع بسلسلة واحدة، ثم نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الغرزة وعمودين بلفة غير مكتملين. واحد واثنان، ثلاث حلقات على الإبرة نخرج من جميعها، وهكذا سنحصل على أول غرزة حمص في هذا الدور. ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ، نترك غرزة وإلى الغرزة التالية وغرزة حمص بثلاثة أعمدة بلفة غير مكتملة. واحد اثنان وثلاثة، أربع حلقات على الإبرة نخرج من جميعها، نعود ونرتفع بثلاثة سلاسل، نترك غرزة غرزة حمص. نكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وبعد التكرار سيكون لدينا 16 غرزة حمص بهذا الشكل. وصلنا هكذا إلى نهاية الدور، سنرتفع بثلاثة سلاسل كفرة ونقفل في رأس أول غرزة حمص بدأنا منها هذا الدور. نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. والآن سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة بهذا الشكل، وسنبدأ بالدور الرابع، وسيكون تكرارا للدور الثالث بنفس الطريقة. في أي فراغ مكون من ثلاثة سلاسل نبدأ بغرزة حشو، نرتفع بسلسلة ثم عمودين بلفة غير مكتملين في نفس هذا الفراغ. واحد واثنان، ثلاث حلقات على الإبرة نخرج من جميعها أول غرزة حمص. ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ مباشرة إلى الفراغ التالي المكون من ثلاثة سلاسل وغرزة حمص بثلاثة أعمدة بلفة غير مكتملة. اثنان وثلاثة، ثلاث حلقات على الإبرة نخرج من جميعها، نعود ونرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ، وسنكررها كذا حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بثلاثة سلاسل ونقفل بمنزلقة في رأس أول غرزة حمص بدأنا منها هذا الدور. نرتفع بسلسلة ثم لن نقص الخيط، سنعود إليه لاحقا. والآن سنعود إلى اللون الثالث ونبدأ بعقدة على الإبرة بهذا الشكل، وسنبدأ بالدور الخامس هنا. سنبدأ هذا الدور هنا في رأس غرز الحمص الموجودة في الدور الثالث، ندخل إبرة بهذا الشكل ونبدأ بغرزة حشو، ثم نرتفع بسبعة سلاسل. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس ستة وسبعة مباشرة إلى رأس غرزة الحمص التالية وغرزة حشو. وبهذه الطريقة سنكرر، نرتفع بسبعة سلاسل اثنان ثلاثة أربعة خمس ست سبع إلى رأس غرزة الحمص وغرزة حشو.
بهذه الطريقة سنكرر حتى نهاية هذا الدور. وبعد التكرار بهذا الشكل دعنا نسحب هذه إلى الخلف هكذا. والآن لنقفل هذا الدور سنقفله بهذا الشكل. نرتفع أولا بثلاثة سلاسل، واحد اثنان ثلاثة، ثم سنقفل بعمود بلفة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. بهذا الشكل ستكون نقطة البداية وسط الفراغ، ثم نرتفع بسلسلة ولن نقص الخيط، سنتركه جانبا. نعود إلى اللون الأول وسنبدأ بالدور السادس مباشرة في الفراغ التالي المكون من ثلاثة سلاسل ومنزلقة. نرتفع بسلسلتين ثم في نفس الفراغ سنشتغل عمودين بلفة غير مكتملين، واحد والثاني، ثلاث حلقات على الإبرة نخرج من جميعها أول غرزة حمص. هذه المرة سنرتفع بأربعة سلاسل، واحد اثنان ثلاثة وأربعة، وسنكرر مباشرة إلى الفراغ التالي وغرزة حمص بثلاثة أعمدة بلفة غير مكتملة، واحد اثنان وثلاثة، أربع حلقات على الإبرة نخرج من جميعها. نعود ونرتفع بأربعة سلاسل كفراغ وإلى الفراغ التالي، وبنفس الطريقة سنكرر حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بأربعة سلاسل ونقفل بمنزلقة في رأس أول غرزة حمص بدأنا منها هذا الدور. نرتفع بسلسلة ونترك الخيط جانبا. نعود إلى اللون الثاني وسنبدأ بالدور السابع. هنا ارتفعنا بسلسلة سنضيف ست سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة، هكذا أصبح لدينا سبعة سلاسل. سنعود ونشتغل غرزة حشو هنا في رأس غرزة الحمص الموجودة في الدور الرابع، وقبل أن نشتغل فيها سنجمع معها السلسلة الموجودة أمامها بهذا الشكل. ندخل الإبرة هنا في السلسلة الرابعة بهذا الشكل، ثم في رأس غرزة الحمص الموجودة خلفها مباشرة وغرزة حشو. بهذا الشكل سيكون. ثم نعود ونكرر، نرتفع بسبعة سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة إلى غرزة الحمص التالية بنفس الطريقة. ندخل الإبرة أولا في السلسلة الرابعة ثم في رأس غرزة الحمص الموجودة خلفها مباشرة وغرزة حشو. ثم نعود ونرتفع بسبعة سلاسل وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسبعة سلاسل ونقفل منزلقة هنا في رأس أول غرزة بدأنا منها هذا الدور. نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. والآن سنعود إلى اللون الأول. ارتفعنا هنا من قبل بالسلسلة، والآن سنبدأ بالدور الثامن. سندخل الإبرة أولا في السلسلة الرابعة بهذا الشكل، ثم نعود إلى رأس غرزة الحمص الموجودة خلفها مباشرة وغرزة حشو، ثم مباشرة إلى الفراغ التالي ونشتغل فيه ثلاث غرز حشو، واحد اثنان وثلاثة. وصلنا هكذا إلى غرزة الحمص، ندخل الإبرة أولا في السلسلة الرابعة ثم في رأس غرزة الحمص موجودة خلفها مباشرة وغرزة حشو، مباشرة إلى الفراغ التالي وثلاث غرز حشو، واحد اثنان وثلاثة. ثم سنعود مرة أخرى في نفس الفراغ ونصف عمود بلفة. والآن وصلنا هكذا إلى غرزة الحمص، هنا سنشتغل فيها عمود بلفة واحدة، ولكن أولا سندخل الإبرة في السلسلة الرابعة ثم في رأس غرزة الحمص وعمود بلفة ثم إلى الفراغ التالي، وهنا سنكون زاوية. أولا عمود بلفة واحدة ثم عمودين بلفتين
واحد واثنان، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ للزاوية، نعود مرة أخرى إلى نفس هذا الفراغ وعمودين بلفتين، واحد واثنان، ثم في نفس الفراغ عمود بلفة واحدة، بهذا الشكل ستكون الزاوية. ثم وصلنا إلى غرزة الحمص، سنشتغل فيها عمود بلفة، ولكن ندخل الإبرة أولا في السلسلة الرابعة ثم في رأس غرزة الحمص وعمود بلفة واحدة، ثم إلى الفراغ التالي نصف عمود بلفة ثم في نفس الفراغ ثلاث غرز حشو، واحد اثنان وثلاثة، بهذا الشكل. ثم سنعود ونكرر. وصلنا هكذا إلى غرزة الحمص، ندخل الإبرة أولا في السلسلة الرابعة ثم في رأس غرزة الحمص ونشتغل غرزة حشو، ثم مباشرة إلى الفراغ التالي وثلاث غرز حشو متتالية، واحد اثنان وثلاثة. وصلنا إلى غرزة الحمص بنفس الطريقة، ندخل الإبرة أولا في السلسلة الرابعة ثم في رأس غرزة الحمص وغرزة حشو إلى الفراغ التالي وثلاث غرز حشو متتالية، واحد اثنان وثلاثة، ثم في نفس الفراغ نصف عمود بلفة، ثم غرزة الحمص هذه المرة سنشتغل فيها عمود بلفة واحدة. وأولا ندخل الإبرة في السلسلة الرابعة ثم في غرزة الحمص وعمود بلفة، ثم سنكون في الفراغ التالي زاوية بنفس الطريقة السابقة، أولا عمود بلفة ثم عمودين بلفتين، واحد اثنان، نرتفع بسلسلتين كفراغ للزاوية، نعود مرة أخرى إلى نفس الزاوية وعمودين بلفتين، واحد واثنان، ثم في نفس الفراغ عمود بلفة واحدة، ثم في غرزة الحمص التالية عمود بلفة واحدة، ثم ثلاث فراغات متتالية سنشتغل فيها غرزة حشو، ثم إلى الفراغ التالي وزاوية، وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور. والآن إذا أردنا الإكمال بنفس لون الخيط نرتفع بالسلسلة ثم سنشتغل غرزة حشو في نفس هذه الغرزة، ولكن سنغير لون الخيط. وبعدما غيرنا لون الخيط وبدأنا بعقدة على الإبرة سنبدأ بالدور التاسع والأخير. سنبدأ في أي غرزة، مثلا نبدأ في هذه الغرزة، غرزة الحشو الأولى هنا، منزلقة، نرتفع بسلسلة ثم في نفس هذه الغرزة سنشتغل نصف عمود بلفة واحدة فقط، ثم في الغرزة التي تليها نصف عمود بلفة واحدة، وهكذا سنكرر. سنشتغل نصف عمود بلفة في جميع هذه الغرز حتى نصل إلى الزاوية التالية. وبعد التكرار وصلنا هكذا إلى الزاوية هنا، سنشتغل نصف عمود بلفة، نرتفع بسلسلتين، نعود مرة أخرى إلى نفس هذه الزاوية ونصف عمود بلفة، ثم سنعود ونكرر في كل غرزة سنشتغل فيها نصف عمود بلفة، وعند الزاوية سنكرر نفس هذه الطريقة السابقة. سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في أول غرزة نصف عمود بلفة بدأنا بها هذا الدور، نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى لقاء آخر مع عمل جديد بإذن الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.